سايباها شيء وشويات. بيقول البنت بتاعها. مين قال كده؟ ده شاريه قبل ما يتجوزها يجيب سنه. الله يرحمه، كان راجل ولا كل رجاله. شد حيلك. مش نطلع بقى نتكلم مع زبيده؟ على طول كده طلعت؟ ما نستنى يا اخي كده كام يوم على ما الست حزنها يخف؟ ولا انت رايك ايه يا ابراهيم؟ اللي تشوفه فاهم. انا بقول ناخدها في حموتها. عشان نعرف راسنا من رجلينا. بقول لك ايه يا متولي؟ ايوه. انا طالع فوق انا وابراهيم وفهمي. حاسب انت الفراش. حاضر يا سي طلعت. ايه سي طلعت دي؟ طلعت بيه يا ولد. حاضر يا طلعت بيه. ما تشدي حيلك ام عاش. كفايه عياط. يا ريته كان بينفع. قولي لها والنبي يا ست فوزية، قولي لها. يا ساتر، لا هو إنا إليه راجعون، البقاء لله. شد حيلك يا مرات خالي. الشد على الله يا أخوي. هو العزا خلص تحت؟ أيوه. قطع بيكم خالكم الله يرحمه، هو الوحيد اللي كان حنين عليكم، وانتوا كمان كان روحكم فيه. بقول لك ايه يا مرات خالي، امتى بقى هنقعد مع بعض؟ عيب يا استاذ، ما يصحش كده. ده دم خالكم لسه ما بردش في تربته. ولا على راي المثل، الميت ما يستاهلش القرايه. الكتمه انت يا وليه، ايه اللي حصلك وسطينا؟ حقك عليا يا سيد البيه. معلش، انا قصدي بس ترحموا الست دي وتصبر عليها شويه، ده قلبها لسه محروق. على راي المثل، ما يبكى على الميت الا كفنه. خلاص يا ام ابراهيم. روح بقى يا ام ابراهيم، روح اعمل لنا 3 قهوه على الريحه. بتفاصل كده ليه يا متولي؟ هو انت يا اخي بلا مؤاخذه هتدفع حاجه من جيبك؟ يا عم الفلوس دي امانه، والمرحوم ومراته بالنسبه لي اكتر من اهلي. ذبح بحيدك شويه يا اخي، ده انا عامل لك صوان ما اتعملش للملك لما مات. الله يرحمه، بس انت كده واخد اكتر من حقك. الله. طيب يا عم متولي، متشكرين، ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب. يلا يا اخويا انت وهو، يلا يا اخويا اعمل معروف. نتكلم في الموضوع ده النهارده يا طلعت. ايه مش من حقنا؟ حقنا مش هيضيع يا طلعت يا اخويا. انتوا بقى مصدقين اللي عاملاه قدامكم ده؟ ده تلاقيها مكوشه على كل حاجه. بكره نشوف.
ايه بهدلتي من بعدك يا حاج؟ كفاية بقى يا ست زبيدة، انت مش شايفة عينيكي بقى شكلهم ايه؟ مش قادرة، مش قادرة يا ام ابراهيم. انا عارفة 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 كل حاجة، بس احنا بايدنا ايه؟ على رأي المثل اموات بتشيع اموات. ايوه يا اختي ايوه. امال بتولي فين؟ بقاله 3 4 ساعات رجليه ما انطوتش تحتيه، وياما حط من عينيه. ايوه هيروحوا كانت في الحج، ده اللي كان يشوفه في الدفنه يقول ده كان لازم ابنه، انما قرايبه دول اللي ما في واحد منهم فرط من عينيه دمعه. انا ماليش اخوات، متولي ده بقى زي اخويا بالظبط، شايل هم الجد. ست زبيدة عاملة ايه؟ هديها بكلمتين يا سي متولي، دي ما بتبطلش عياط، انا خايفة قوي على عينيها. لا حول ولا قوة الا بالله. كفاية كده يا ست زبيدة، مفيش فايدة من اللي بتعمليه ده. واسمع عني، ظهر اتقطم يا متولي. ربنا يصبرك ويصبرنا. شفت اهله القدال؟ الراجل لسه دمه ما نشفش، قالوا ايه؟ عاوزين يعملوا قعدة، قال عشان يقسموا الورث. ده وقته ده يا متولي. امال انت كنت منتظره منهم ايه؟ دول استغفر الله العظيم، زي ما يكونوا كانوا مستنيين اليوم ده. هو حد فيهم كان بيزور الحج؟ لا، ومن غير خشة ولا حاجة. قال ايه؟ عاوزين نعرف كل حي ورثه ايه. مع ان الحاج الله يرحمه كان دايما يقول ان الفلوس بتاعته دي في الاصل فلوسك انت. ايه اللي يثبت ده دلوقتي؟ ايه اللي يثبته؟ نستنى اما نشوف ناويين على ايه. ده فكرك ان انا هقعد تحت رحمته؟ لا لا والله، انا بس مش عاوزاهم يخرجوني من البيت ده. اقعد كلك لقمة، ده انت على لحم بطنك من الصبح. اجيب لك طبق تاكلي معاه؟ لا ماليش نفس. قلبي خاب. بيني وبينك يا شلبي، انا خايف الست دي تطلع من المولد بلا حمص. ليه؟ ما هو كله بالاصول والشرع هيدي حقها. ايوه بس دي ست وسط غلان، كل واحد فيهم عايز يكوش على اللي يقدر عليه. وبعدين ست زبيده ولدها لوحدها. امال انت رحت فين؟ قصدك ايه؟ كمل جميلك، وقف جنبها هتلاقي حقها. بصفه ايه؟ انا حيالله غريب، هيقولوا انت دخلك ايه؟ خليها هي اللي تصدرك، بس تبقى قدها وقدود وتجيب لها حقها تالت ومتالت. يعني لو هي طلبت مني كده يبقى معقول، عشان ما حدش يفتكر ان انا طمعان في قرشين. ان جيت للحق بقى، انت المفروض تورث معاهم. ما كانش في حد شال شغل الحاج والتجاره كلها غيرك انت. لا لا لا، ما تقولش كده يا شلبي، الحاج الله يرحمه يستحق كل خير. يعني جمايله مغرقاني، انا كنت ايه قبل ما اشتغل عنده؟ لا لا يا شلبي، لا اهو ده اللي يجيب لك حقك ويقف جنبك، لو كلمتيه مش هيتاخر. لا يا ام ابراهيم، انا مش عاوزاه يعادي قرايب المرحوم، دول ناس شر وقلوبهم مليانه طمع، دول يتخانقوا معاه. ما تخافيش على سي متولي، ده مخه يوزن بلد وياخد اللي قدامه بالسياسة. طيب انت شايفة كده؟ على العموم انا هكلمه واشوف هو رأيه ايه. ايه
الو، صباح الخير يا ست الكل، ازيك النهارده؟ طبعا الحمد لله. ما الزمش اي خدمه؟ اموري. قول لي بقى يا متولي، عملت معاهم ايه؟ شوفي بقى يا ست الكل، انا عشان خاطرك بس والله استحملت رسالتهم وقلة ادبهم، الحمد لله اني مسكت اعصابي. ليه؟ قالوا لك ايه البعده دول؟ قالوا انت مالك؟ جاي تتكلم بصفه ايه؟ وعايزين يطردوني ويجيبوا لي البوليس. بوليس؟ الهي بوليس يقفشهم واحد واحد النصابين دول. ما انا كمان اتحديتهم. قلت لهم اسالوا صاحبه الشأن، هي اللي بعتاني ولا لا؟ يقوموا يعملوا ايه؟ يحاولوا يشتروني عشان ابقى في صفهم عليكي، والكبير بتاعهم ده عايزني اشهد زور ضدك. ولولا ان انا حسيت بقى ان الموضوع ممكن يتشنكل ويوصل للمحاكم وياخد في وشه سنين، انا كنت نطيت في كرشه. المهم وصلتوا لحاجه؟ ايوه، هما عارضين انهم ياخدوا المحل كله وقصاد كده يسيبوا لك البيت ده وعليه مبلغ. والمبلغ ده قد ايه؟ 25,000 جنيه. بالذمه يا ناس دعت. معلش انا رايي انك توافقي، وبعد كده ان شاء الله انا هقدر اعوضك. ازاي؟ الحاج الله يرحمه كان عنده مخزن محدش يعرف عنه حاجه الا هو وانا. المخزن ده فيه اقمشه من الارض للسقف، يعني اقمشه تفرش 3 محلات من جميع انواع الاقمشه. بس يا رب تكون المفاتيح عندك. اللي انشك في زوره الواد شوقي خد المفاتيح كلها واداها له. بس لا، ده الحاج كان عامل نسخه لكل مفتاح. لا، مفاتيح المخزن ده ما كانش بيحطها مع المفاتيح التانية، هو كان بيشيلها معاه. يا رب تكون موجودة في الحاجة بتاعته. سبع دخان اتريه حبة عيني كان حاططهم في جيب الجلابية اللي كان لابسها وقت ما تعب. الف حمد والف شكر. الحمد لله. انما ما قلتليش احنا هنعمل ايه بالبضاعة اللي في المخزن؟ اول حاجة تشوفي محل في حتة كويسة. طب وهنعمل ايه بالمحل؟ هنعمل محل باسمك، امال هنصرف البضاعة دي ازاي؟ انت عارف يا اخويا انا ما بعرفش اتصرف في الحاجات دي، اتصرف انت. خلاص سيب الحكاية دي عليا انا، ما تشيليش هم. خلاص شوف انت اللازم واعمله، وهي الفلوس تحت امرك. تسلم ايدك. ايوه انزل حاجه بسيطه من على اليمين وثبت على كده. طيب يلا. يا هادي يا رب. يا حبيبي خد خد وادعي لي وانت لعيني. خد يلا. رحمة الله. السلام ورحمة الله يا حبيبي. خلي كل ركن في المحل. انا يدينا حد في الهمه. طيب يا نبي. طيب يا اخويا بسم الله الرحمن الرحيم. خد اعوذ برب البلد. الهمه يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. تعال عايزك كتر
خيرك. تسلم ايدك. تفضل. تشكر. خير يا متولي؟ لا خير ان شاء الله. انا طبعا طلبتك انت وفرج عشان الاخوه والمحبه والعشره اللي بيننا، وكمان عشان عارف كنتوا بتحبوا الحاج سلام الله يرحمه قد ايه. الله يرحمه يا حسين. الف رحمه ونور عليه. الفتح على روحه. بسم الله. آمين. الموضوع ان الست زبيدة ناوية بإذن الله تفتح محل، وطبعا واجبنا احنا التلاتة ان احنا نقف جنبها ونبشر لها شغلها. بس كده؟ هو احنا في ديك الساعة لما نخدم الست زبيدة ده كفاية انها كانت مرات الحاج الله يرحمه؟ ربنا ما يحرمنيش منكم. وبالنسبة للفلوس ما تشيلوش هم، الست زبيدة هتدفع لكم اكتر من اللي كنتوا بتاخدوه. ايه اللي بتقوله ده سمت ولي؟ احنا بتوع فلوس برضو، ده احنا نخدمها بعينينا. ربنا يبارك لك. يعني خلاص اتفقنا؟ على بركة الله. هنبتدي الشغل امتى؟ انا كمان اتصلت بكل الزباين اللي اعرفهم. المهم عندك بضاعة؟ بضاعة تغرق السوق، الزبون مش هلاقي اسعار ارخص من اللي عندي. بس انت كده هتزعل التجار منك. ليه؟ وانا هبيع بالخسارة؟ اللي عايز يبيع زي يبيع، ولا هم عاوزين يذبحوا الزبون وبس؟ انا عارف كل صنف بيكسب قد ايه. قول بقى انك عاوز تلهف الزباين منهم. وده زعل في ايه؟ من عينيا ده نقطع والف ووصله لحد البيت من غير فلوس. يلا بقى يا سمت ولي خلصني، عايز امشي. تبقي زهقتي مننا وكده زعلتيني. اجيب لك ايه؟ 10 امتار. لا اجيب لك ايه تشربي؟ ايه اجيب لك تمر هندي عشان يروق دمي. يا فرج هات لنا تمر هندي. ابعت القهواجي دقيقه واحده واكون معاك. وبعدين معاك بقى يا متولي، ما تركز معايا يا امار. اركز انا كل معاك اهو، انت تشاوري تأمري وتلاقي متولي خدامي. ها اقطع لك كم متر. استني استني بلاش ده. يا فرج اي لو اني مشجر وشك يا عم حسين. تسلم ايدك. حاسب ايدك، حط ده على كتفك. أنت على كتفك كويس كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هينطق عليك. أنت شايف كده؟ اتعمل مخصوص عشانك. يخرب عقلك يا متولي، أما عليك كلام. حلو. ده يجنن. أقطع. اقطع. أهلا يا متولي. يا أهلا بيك يا ست الكل. خير طمني. لا ألف حمد وألف شكر. احنا النهارده ربنا اكرمنا اخر كرم، ما حدش في السوق كله اشتغل قدنا. يا اخويا امسك الخشب. انا مسكت الخشب قبل حضرتك ما تقولي. اتفضلي اقراضي النهارده، وفي كشف حساب جوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. قولي يا متولي، هو الحاج كان بيعمل ايه بالايراد؟ هو كان بيوديه البنك. خلاص اعمل زي ما كان بيعمل. يبقى بكره الصبح ان شاء الله اعد اخد حضرتك ونروح البنك تفتحي حساب باسمك واسم المحل. لا لا اله الا الله، ما انت اللي هتعمل كل الحاجات دي، مش احنا متفقين على كده؟ ما ينفعش يا ست زبيده، انت على نياتك بجد يعني. لا في البنك لازم تيجي تفتحي الحساب باسمك ومعاك بطاقه وياخدوا توقيعك يعني. وبعدين انا مش عايزك تفرطي في حقك ابدا يعني، كفايه اللي حصل قبل كده. عندك حق. وقعدت تقولي لي اعملي وسوي، وعملت بنصيحتك والنتيجه ايه؟ الحاج سلامه مات ومراته كوشت على كل حاجه. نار ايه يا بيت؟ وانا كنت مغسله وضمنا جنه؟ انت بقى اللي حظك اسود من نيتك. طب اعمل ايه يا خالتي؟ دبريني. انت مش قلتيلي ان متولي ساب الحاج قبل ما يموت الله يرحمه واشتغل لوحده؟ يعني دلوقتي بقى سهله عليكي انك تصطاديه وتشنكليه وتوقعيه. قولي لي بقى، انت عارفه طريقه فين؟ ايوه شفته، شفته لما مات الحاج سلامه. لما كنت بروح اقعد مع الست زبيده في العزا كان بيجي يقعد يتكلم معاها. حلو، المره دي بقى يا حلوه تفتحي مخك قوي قوي يا بنت. ده انت حلوه ويجي منك. انا عارفه الوكسه اللي انت فيها دي من مين. ما
صباح الخير يا ست زبيب. صباح الخير يا صباح. انا كنت جايه لك في حاجه كده. ما تاخذنيش، مش ده اللي كنت جايه علشان. طب يلا خلصين، احنا مستعجلين. عايزه ايه صباح؟ انا كنت جايه عايزه ارجع الشغل تاني. حضرتك عارفه ان الحاج الله يرحمه هو اللي كان ممانع. والست زبيده ما تقدرش توقع كلمه الحاج، لو هو عايش ولا هو ميت. جريسي متولي، انت ليه عايز تقطع عيشي؟ عاجب الكلام يا ست زبيده؟ اللي قاله متولي هو اللي انا كنت هقوله. يلا متولي. بالاذن. يلا يا متولي. ايوه ايوه قلتيلي بقى، الواد لفع الوليه وشعبطها فيه من بختي الاسود. قصدك تقولي من خيبتك. من خيبت انا ولا من خيبتك انت يا خالتي؟ دستور سامحوها، جاهله وما تعرفش، غشيمه. ليه يا بنت؟ كنت انا اللي ناويه اتجوزه؟ امال كنت يتزار وشيخه كل بيحلفوا بكرامتها ازاي؟ الله، جرالك ايه؟ انت هتخبري ولا ايه؟ يا بنت ده شغل، شغل حدارجة وبدارجة، يعني رزق الهيب على المجانين. يعني كنت بتضحكي عليا كل ده يا خالتي؟ كنت فاكراكي نصحة يا عين خالتك وطلعة زي خالتك. والعمل؟ خلاص يا غالية، ما بقاش لك عندي اللي ينفعك. عندك حق يا خالتي، على رأي المثل، من يوم ما ولدوني في الهم حطوني. أنا في حاجة كنت عاوز أقولها لك يا متولي. حاجة إيه يا حسين؟ إحنا الحمد لله مش ملاحقين على الزباين، وزي ما أنت شايف بيجي علينا وقت، الشغل بيكتر علينا قوي. ربنا يزيد ويبارك يا حسين. الناس حاجة يا متولي. وما أنت عايز إيه بس؟ تشوف لنا كمان اتنين عمال يشتغلوا معانا. لا 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 لا، مش موافق على اللي بتقوله ده يا حسين. ليه بقى؟ يا راجل انا عايز المحل يفضل مسحوم بالزباين. عارف الزبون ما بيروحش يشتري من اي حته الا اذا كان عليه زحمه، واديك شايف طوابير الجمعيه على اللحمه والفراخ وعلى الفيلم الكويس. بالك انا عمري ما شفت فيلم الا اذا كان عليه زحمه. عفرم عليك يا سيدي متولي، انا زيك كده بالظبط. اروح السيما الاقيها زحمه، افضل عافر 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 لحد ما الاقي نفسي راشق قدام الشاشه وما اعرفش الفيلم بتاع مين ولا ازاي. شفت يا ابني، الزحمه دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. عارف يا حسين، انا كل يوم ادعي ربنا واقول له ازحمها يا رب النهارده اكتر من امبارح. ما تيجي تقول لي نخفف الزحمه؟ يا راجل ادعي ربنا يزيدها علينا. بص بقى يا متولي، انا ما يخلصنيش تعبكم معايا، ان شاء الله من اول الشهر مهيتكم هتبقى الطقطقين. الطقطقين؟ لا ده كتير قوي يا ست كل. يا سلام كتير، واللي انت بتعمله ده شويه، وبعدين ربنا رزقنا والحمد لله. الله، اظلمكم ليه معايا؟ ربنا ما يحرمنا منك ولا من كرمك يا ست كل. طب قول لي، ما يلزمكش اي مصاريف؟ لا، ما انا المصاريف بكتبها لك في الكشف كل يوم. استاذن انا بقى. تستاذن فين؟ ده انت هتتعشى معانا. لا معلش يعني بلاش اتعشى معانا. لا 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 لا، مفيش اعذار، هتتعشى معانا يعني هتتعشى معانا. مش هقدر يا ست زبيده، انا اكلت كتير. هو ايه اللي مش هتقدر؟ هتاكل يعني هتاكل. امرك يا ست كل. ايه الاكل عجب كل الذي؟ تسلم ايدك يا ام ابراهيم. ده مش ايدي انا لوحدي، ده ايدين الست زبيده، هي اللي عامله المسقعه بايديها. عشان كده انا قلت انا عمري ما دقت مسقعه بالطعامه دي. جاتك ايه يا متولي؟ طب تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا ما بقاش يجيلي نفسي للاكل الا لما بتيجي تتعشى معانا. الله يرحمك يا حاج، قطع بيا النبي من ساعتها وانا الاكل ما كانش بينزل من زوري. تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا كمان ما بقتش احس بطعم الاكل الا لما باجي اتعشى معاكي هنا.
لا إله إلا الله، مدام الحكاية كده ابقوا تعشوا كل يوم سوا عشان تفتحوا نفس بعض. الكلام إيه اللي بتقوليه ده يا أم إبراهيم؟ يعني ما يصحش أجي هنا كل يوم وأتعشى كمان يعني؟ لا طب وإيه اللي يمنع يعني؟ هو أنت غريب؟ أنت خلاص بقيت مننا. اللي تشوفوا الله، استنيتك في الاول لحد الساعه 11، كنت فين؟ معلش كان عندي شويه شغل. لو انت بتفتح لحد دلوقتي هو الشغل في المحل بس؟ لو انت بتشتغل في حته تانية تصبح على خير يا شلبي، تصبح على خير. طب تصدق بالله انا ما بقاش يجيلي نفسي للاكل الا لما بتيجي تتعشى معانا. طب وايه اللي يمنع يعني؟ هو انت غريب؟ انت خلاص بقيت مننا. صباح الخير يا ام ابراهيم. صباح النور، اتاخرت ليه؟ الست زبيده مش راضيه تفطر الا لما انت تيجي. ده كتير قوي يا ست زبيده. كتير ايه؟ اقعد واعمل حسابك هتفطر معانا كل يوم. اقعد. انا مش هطلع تاني بعد كده، وهخلي ام ابراهيم تنزل لي المفاتيح تحت. انا مش فاهمه انت عامل تكليف كده ليه يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا ان نفسها تتفتح. ما كفايه العشاء يا اخويا، زياده الخير خيرين. يلا كل كل. يلا انت مش هتاكلي؟ هاكل. صب الشاي، صب الشاي. سمتولي اوي يا ام ابراهيم. الست زبيده نسيت تسالك، تتعشى ايه الليله دي؟ اي حاجه من ايديها حلوه. شوف يا ست الكل، سمتولي ده راجل وشهم مش عارف يعمل لك ايه ولا ايه. انما اللي محيرني الجدع ده ما اتجوزش ليه لغايه دلوقت. والله يا ام ابراهيم الحكايه دي محيراني من زمان انا والمرحوم الحاج. بصراحه كده الجدع ده باين عليه بيحب. بيحب مين؟ وبعدين اللي بيحبها ده هيفضل يحبها العمر ده كله وما اتجوزهاش ليه؟ ده سنه دلوقتي بقى فوق ال 35 يا ام ابراهيم. تلاقي اللي بيحبها مش قادر يطولها، ولا يمكن مش قادر يقول لها. مش قادر يطولها ومش قادر يقول لها يعني ايه؟ انت فين يا بدر وانا فين؟ ام ابراهيم فهميني يعني، انا مش فاهم. اقول لك يا ست زبيده، الجدع ده الظهر مستقل نفسه قدامها ومش قادر يقول لها لحسن تكسفه. ده متولي ابن حلال، واللي هتتجوزه هتكسبه وهتعيش معاه في امان. اديك قلتيها. هي ايه دي اللي كانت على بالي؟ يلا فين بقى؟ يلا. على خير يا متولي. مع السلامة. السلام عليكم. وانت من أهله.
بخت ايدك كله، ايدك كله على فين؟ عندي شغل. مش هتروح مع القهوه؟ بقول لك عندي شغل. واحد بالظبط. اتفضلي. كتر خيرك. المحل اللي جنبينا معروض للبيع، يعني بعد اذنك انا بقول ناخده ونفتحه على المحل بتاعنا ونتوسع. ما احنا كويسين كده يا متولي، والقش رضا والحمد لله. احنا لسه في الاول يا ست زبيده، التقل جاي ورا. يعني الحمد لله المحل كان وشه خير، عقبال غيره وغيره. الله، ده انت ناويها بقى. ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعني فتحها في وشنا، ما نفتح احنا كمان محل واثنين وثلاثه، ويبقى لنا فروع في كل حته. انا هخليكي صاحبه السوق واكبر تاجره قماش ومانيفاتور. انا بس مش عاوزاك تتعب نفسك يا متولي. ما تقوليش كده يا ست زبيده، انت فاكره ان شغلك بيتعبني؟ طب والله 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 ما بحس بالراحه الا وانا شغال علشانك، وببقى اسعد مخلوق في الدنيا لما بسمع منك كلمه رضا. انت عارف يا متولي انا دايما راضيه عنك. عارف ليه؟ عشان انت ابن حلال. انت عارف يا متولي البنت صباح لما جت للحاج وقالت له الكلام الفارغ اللي كانت بتقوله له ده واللي اتهمتك بيه، انا قلت له ابدا لا يمكن، البنت دي كدابه في اصل وشها، لا يمكن متولي يعمل حاجه زي دي ابدا. اي والله صباح اتهمتني. اتهمتني بايه يا دي الخيبه؟ يقطعني انا ايه اللي جاب السيره دي على لساني؟ لا لا، ما كانش ليا حق اكلمك في الموضوع ده خالص. موضوع ايه؟ انت مخبيه عني حاجه يا ست زبيده؟ قولي لي بس، البت صباح قالت عليا ايه؟ يلا يا صباح تعالي قولي لك لقمه. يو انت يا بنت مش هتاكلي ولا ايه؟ واجيب نفسي منين يا خالتي؟ يعني هتخصمي الزاد والزواد يا بنتي؟ ده انت كده تموتي. اعمل ايه بس يا خالتي؟ اقعد كده من غير جواز؟ من غير راجل يتسند عليه؟ يا عيني عليكي وعلى بختك. خلاص ليكي عليا، اصحى من الصبح بدري اجيب عربيه كارو واحطك عليها وامشي في الشارع ادلل واقول عروسه عدله يا ولاد الحلال. بتتريقي عليا يا خالتي؟ طيب اديني قاعده في قرابيزك. وقرابيزي ليه؟ بتيجي يا بنتي تشتغلي معايا ولا اقول لك ايه رايك اجوزك الواد ابو الغيط؟ بقول لك ايه يا خالتي، خليكي في حالك وانا في حالي. كده؟ طب يلا يا شملوله قبل الاكل ما يبرد. الله يلعنها في كل كتاب. طب اما اشوفها بنتي. خلاص بقى سامحها، هي راحت لحالها. البت دي تلقيحه كانت عليا في الرايحه والجايه، وعمري ما بصيت لها كده او كده، والله والله والله. وبعدين تيجي تتبلى عليها البلوه السوداء دي. يوه ما تزعلش نفسك بقى، يا ريتني ما قلت لك حاجه. دلوقتي بس فهمت ليه الحاج سلام الله يرحمه كان زعلان مني، اكيد بسبب الموضوع ده. اطمن، انا فهمت الحاج سلام على كل حاجه، عشان كده هو ما فتحكش في الموضوع. طب ليه استغنى عني بالطريقه اللي عملها دي؟ وليه هانت عليه العشره وخدمتي ليه بما يرضي الله؟ والله انا ما اعرفش سبب للحكايه دي، انما خلاص بقى المسامح كريم وهي كل حاجه راحت لحل. انا مسامح والف رحمه ونور عليه. مش بقولك انك انت ابن حلال وقلبك زي البفتة البيضة. من انهي صنف؟ ازاي يعني؟ اصل حضرتك قلتي لي قلبك زي البفتة البيضة، فانا قلت لك انهي صنف من البفتة؟ نكتة. ربنا يسعدك، انا ما صدقت اني شفتك بتضحكي. طيب طيب يب، انت اللي رماك علينا السعادي. طب لو مؤاخذه مش تقولي لي اتفضل الاول يا صبوحه؟ خلي الباب مفتوح، خالتي مش موجود. ما تتفضل، انت مستني مين يقول لك اتفضل؟ مؤاخذه يعني انت لو عريانه غطيك يا صباح، انا ستر وغطى عليكي. برضه ما جاوبتنيش، ايه اللي رماك علينا السعادي؟ بصراحه بقى انا فكرت كويس قوي ولقيت انك غاويه فقر مش وش نعمه يا صباح. يعني ايه؟ برضه مش فاهم. شوف يا بنت الناس، انا عارف ان عينك كانت على الواد متولي، بس الواد ده رميكي وانا شريك يا صباح،
ده واد حاطط دماغه في العالي قوي قوي قوي، ما يستهلكيش يا صباح. صدقيني المثل يا بنت الناس بيقول خد اللي يحبك مش اللي تحبه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يا صباح بصراحة كده انا لايدك ونفسي انك تحط ايدك في ايدي بالحلال يا بنت، وساعتها هجيب لك حقك من واد متولي. اذا ما عملتش كده ما بقاش شاوي. برضو مش فاهمة. يعني انا عايز اتجوزك يا صباح. انت بس انت متجوز وماله يا صباح؟ الشرع يا حبيبتي ما يمنعش. وبعدين انت حاجه تانية، انت برنسيسة. انا بحبك قوي يا صباح، انا عايز ارفعك فوق واعمل لك كل اللي نفسك فيه. صدقيني انت بس يا بنت، ده انا هعمل لك فرح ما شفتوش الحته كلها. ايوه دخلنا بقى في حكايه الشاطر حسن اللي هياخدني على حصان الابيض. لا يا حبيبي انا بحب الفعل مش الكلام يا شوقي. لا لا، من هنا وجاي بقى انا اقول لك صبوحه وانت تقولي لي يا سي شوقي. يوه جاتك ايه يا سي شوقي؟ بحبك قوي صباح. انا مش هاني عليا يا بنت مرمطك في البيوت، انا عايزك تعيشي هانم، اجيب لك اللي يخدموك تحت رجليك. صدقيني اسره هات من الاخر. بصراحه بقى لو وافقتيني وحطيتي ايدك في ايدي هرد لك كرامتك وانتقم لك من الواد المفرع على الفاضي اللي اسمه متولي. اسمع الكلام، حطي ايدك في ايدي وشوفي شوقي جوزك هيعمل ايه. طب اذا وافقتك هنعيش فين يا فالح؟ انا معيش مع دره. ومين قال كده بس يا صباح؟ انت بتعرفيش هنا فيها يا بت؟ اديني فرصه شهرين ثلاثه كده نعيش مع خالتك ضيوف يعني، بعد كده هرفعك وانقلك نقله تاني خالص. صدقيني يا بت، صدقيني ده انا بحبك قوي يا صباح. اسمعي الكلام. اهو الكلام ببلاش. لا ده برضه مش كلام يا صباح. طب بشرفي بقى انا مستعد اكتب عليكي دلوقتي، وافقي انت بس وفكري في اللي انا بقوله. مش هتندمي يا صباح، انا هسعدك يا بت، انا هعمل لك كل اللي نفسك فيه. اسمعي الكلام يا بنت الناس، ما تضيعيش الفرصه وخير البر عاجله. اسمعي الكلام وصدقيني يا صباح، اديكي عارفه انا فين، تردي عليا وسلمي لي على خالتك وقولي لها ان انا هعدي عليها. فوتك بعافيه. صدقيني يا ست الكل، خسارة الواد ده يروح من ايدك. لا يا ام ابراهيم يا خرابي، اتجوز بعد الحج؟ لا يمكن ابدا، تحرم عليا الرجالة اليوم الدين. ليه بقى؟ هتعيش عازبة؟ ده حط حرام. وعلى رأي المثل الحي يبقى من الميت، والجواز شرع ربنا. لا يا اختي لا، انا لا يمكن اتخيل نفسي ولا يجي في بالي ان ابقى مع راجل تاني غير الحاج. شوفي يا ست زبيدة، انت مش بتقولي ان الحاج كان بيحب سمتولي؟ اللي بيحبه ده كان روحه فيه وكان بيعتبر اخوه الصغير. خلاص انت لو اتجوزت سمتولي الحاج هيرتاح في قبر. تفتكري؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.